توقع مين هيكسب بعد خروج الاهلي من الكاس؟ هو بيراميدز مرشح قوي، بس الزمالك بالصفقات الجديده والاسامي اللي معاه دي كلها اظن ان هو هيبقى منافس قوي. الزمالك مش مضمون ولا بيراميدز مضمونه، بس بيراميدز عندها مدرب قادر على ان هو يحقق الرغبه فيما بعد كده. الزمالك. ليه؟ عشان هو احسن نادي برضه بعد الاهلي السنه دي. يعني شايف فرصه الزمالك كويسه بالصفقات الجديده، بس شايف اللي كانت فرصه الاهلي كانت كويسه اللي هو ياخد البطوله دي بطوله سهله. ممكن الزمالك. طب ليه؟ عشان هو المنافس الوحيد للاهلي وما اظنش بيراميدز هيوصل. يعني ارجح بيراميدز عشان بيراميدز بتلعب كويس وادائها كويس والاداء بتاعها الفرقه نفسها كويسه ومهتمين ببعض وبيكملوا بعض في اللعب. الزمالك وبيراميدز. اشمعنى؟ لا، الزمالك دلوقتي جاهز نفسه وبيراميدز فريق كويس مع ديساب المدرب الفني ان شاء الله فريق بيراميدز، لاني طبعا انا بحب عبد الله السعيد لانه كان لعيب كويس في نادي الاهلي وكان اساسي في المنتخب طبعا. لا الصراحه الاهلي هو اللي بياخده على طول، بس الزمالك برده فرقه حلوه، بعد ما الاهلي يطلع هو الزمالك اللي هتاخده.